أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود الطقس غالبا صافي هذا اليوم، عفوا، في العاصمة الرياض مع 43 درجة مئوية والملموسة 39، أما نسب الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا تبوك، طقس صافي 38 إلى 24، عرعر 42 إلى 25، وسكاكا 40 إلى 25. أنتقل الآن إلى المنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس صافي 43 إلى 29، مدينة جدة 41 إلى 29، ومكة المكرمة رياح نشطة 44 إلى 32، والطائف 34 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في الباحة 33 إلى 25، زخات خفيفة من الأمطار في أبها 33 إلى 21، وجازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية طقس حار بشكل لافت، الإحساء تسجل 46 إلى 29، حفر الباطن 45 إلى 34، والدمام 45 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض تفرق بعض الغيوم 43 إلى 31، بريدة 43 إلى 27، وحائل 39 إلى 25. إلى اللقاء.